سحبت اليوم أو سحبت بمركز الفندقة بعين البنيان قرعة الدور الثاني والثلاثين والسادس عشر من منافسة كأس الجزائر، والتي أسفرت عن قمة واعدة بين ناديين من المحترف الأول، ويتعلق الأمر بمواجهة جمعية عين مليلة وشبيبة القبائل، فيما أسفرت أيضا عملية القرعة عن قمة واعدة بين أولمبي المدية ومولودية بجاية الناشطان في الدرجة الثانية. هذا وستستقبل أيضا شبيبة بجاية في هذا الدور نادي وفاق سطيف. ونتحول مباشرة إلى الزميل معاد نمرودي الذي حضر فعاليات القرعة. معاد أهلا بك، هل من أصداء من قبل ممثلي الأندية حول عملية القرعة وما هي انطباعاتهم؟ نعم، تحية لك زميلتي أميرة ولمشاهدي قناة نوميديا. انتهت قبل قليل، قبل حوالي نصف ساعة من الآن، عملية سحب قرعة الدورين الثاني والثلاثين والسادس عشر من كأس الجمهورية، كأس الجمهورية التي ستكون في طبعتها الخامسة والخمسين هذه الطبعة هذا الموسم، التي ستعرف بداية من الدورين الربع النهائي والنصف النهائي لعب المباراة عدم لعب الأشواط الإضافية والاتجاه مباشرة إلى ضربات الترجيح بعد نهاية المباريات في هذين الدورين وصولا إلى المباراة النهائية. مباراة اقترحت علينا الدور الثاني والثلاثين مباراة قوية بين شبيبة القبائل وجمعية عين مليلة من الرابطة المحترفة الأولى، كذلك مباراة قوية أخرى بين شباب قسنطينة ونجم مقرات. اقتربنا قبل قليل من المدير العام لشباب قسنطينة راشد رجران الرجراج الذي أكد على صعوبة المواجهة بما أن عامل المفاجآت دائما له دوره في السيدة الكأس، كذلك نسيم بن عبد الرحمن ممثل إدارة شبيبة القبائل الذي اعتبر مواجهة جمعية عين مليلة صعبة وصعبة جدا. على كل حال فإن هذا الدور سيشهد مغادرة فريقين من الرابطة المحترفة الأولى، وهو ما سنشهده خلال لعب هذه المباريات. شكرا لك معاذ نمرودي على هذه التوضيحات، كنت معنا على المباشر.